بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. هذا هو التدريب الأول، وعندنا فيه حديث من الأربعين حديثا النووية. الحديث رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. نحن إن شاء الله عز وجل سنعرب كلمة كلمة إن يسر الله عز وجل. أقول عن أبي هريرة، أين درسنا عن؟ إنها حرف جر. طيب، ما وظيفة هذا الحرف؟ إنه يجر ما بعده، إذن أبي اسم مجرور، لكن يا ترى ما علامة الجر؟ ها؟ الكسرة؟ خطأ. لماذا قلت الكسرة؟ أبي من الأسماء الخمسة. قد يقول قائل، طبعا الصواب أنها ستة، قد يقول قائل: نحن درسنا من يعني في شروط الأسماء الخمسة أن الأسماء الخمسة لابد أن تكون مفردة، ولا بد أن تضاف إلى غير ياء المتكلم. هذه ياء المتكلم، أقول ليست هذه ياء المتكلم. هو أبي أنا؟ ليس أبي أنا، إنه أبو هريرة. أبوه هو، أبوه هو، ليس أبي أنا. إذن هذه ليست ياء المتكلم، إذن هذا الاسم مجرور بالياء. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمس، وليس أبي أن، هذه ليست ياء المتكلم، إنما هذه علامة جر كالكسرة. عن أبي هريرة، ما إعراب هريرة؟ مضاف إليه، لكن يا ترى ما علامة جره؟ ها، الكسرة. خطأ. أولا، هذه الكلمة وهي هريرة ممنوعة من الصرف، لكن من يذكر سبب المنع؟ لماذا منعت من الصرف؟ ها، علم مؤنث لفظا لا معنى، يعني في اللفظ فقط. وأنا قلت في قاعدة التأنيث هناك في الممنوع من الصرف، قلت إن أي علم مؤنث ممنوع من الصرف، هذا يعني باختصار، وإلا فهم يفصلون: إذا كان غير ثلاثي يمنع من الصرف مطلقا إذا كان مؤنثا، وإذا كان ثلاثيا فإنهم يفصلون: إذا كان ساكن الوسط يجوز المنع ويجوز الصرف، وإذا كان متحركا فإنه يمنع. لكن أنا باختصار أقول كل عالم مؤنث ممنوع من الصرف باختصار. طيب، قد تقول هريرة ليست مؤنثة، كلمة ليست مؤنث، أقول هي مؤنثة في اللفظ، إنما هي في المعنى تطلق على رجل. طيب، إذن هريرة ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث اللفظي، فانتبه. طيب، رضي، إذن طبعا هذه الكلمة مجرورة بالفتحة، مضاف إليه مجرور بالفتحة. أقول عن أبي هريرة، ولا تقل هريرة مثلا، عن أبي هريرة. رضي طبعا ليس فيها مشكلة، فعل ماض، فعل ماض مبني على الفتح. رضي، من الذي رضي؟ الله، لفظ الجلالة الله، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذا اضبط معي: عن أبي هريرة رضي الله. طيب، عنه يعني هي قسمان، عن وقد سبق ذلك، عن حرف جر، وحرف الجر يعني لابد أن يجر ما بعده، إذن الهاء ضمير مبني في محل جر بعن، ضمير مبني في محل جر. طيب، أنا أقول عنه هو، لماذا الضمة؟ أقول لأن الهاء ضمير، والضمير مبني، والمبني ضبط آخره ثابت، ضبط آخره ثابت. عن
حرف جر. النبي هذا كلام ليس فيه صعوبة، اسم مجرور وعلامة جره الكسر، اسم مجرور بعن. إذن الضبط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى، هذا فعل ماض، والفاعل طبعا اسم الجلالة أو لفظ الجلالة الله، هذا فاعل. عليه تنقسم قسمين، عليه تنقسم قسمين عندنا، على وهي حرف جر، وطبعا حرف الجر له وظيفة، الهاء أقول هي ضمير مبني في محل جر بعلى. الواو حرف عطف، وسلم هذا فعل ماض. طيب يا ترى عطف على أي شيء؟ عطف على فعل مثله، صلى وسلم، صلى وسلم. الواو حرف عطف، سلم معطوف على صلى، إذن هو فعل ماض مبني على الفتح. قال ليس فيها مشكلة، هذا أيضا فعل ماض مبني على الفتح، لا مشكلة هنا. طيب الآن انتبه معي، هناك بعض الأفعال يكون فاعلها ضميرا ولم تره أنت في الكلام، يعني ليس مكتوبا. سلم، أين الفاعل؟ لا تقل الله. لفظ الجلالة فاعل للفعل صلى، طيب أين فاعل سلم؟ هنا ضمير تقديره هو يعود على الله. طيب أين فاعل قال؟ نعم هنا ضمير مستتر يعود على من؟ على النبي. من الذي قال؟ النبي. من الذي سلم؟ الله. إذن الفاعل هنا ده ضمير تقديره هو يعود على الله. إنما قال من الذي قال؟ الله. لا خطأ، الذي قال هو النبي، الذي قال الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الفاعل هنا بعد قال، ولا يذكر الفاعل إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الفعل، لا يذكر الفاعل إلا بعد الفعل. فقال فعل ما، من الذي قال؟ النبي. طيب أنا هنا آتي بضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، أقول قال هو، إذن الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا قال النبي؟ قال صلى الله عليه وسلم: من نفس. ما نوع من؟ من يذاكر ينجح. نعم هي شرطية، هي شرطية مبتدأ، اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ. نفس، ما نوع هذه الكلمة؟ إنها فعل ماض، فعل ماض مبني على الفتح لكن في محل جزم، في محل جزم، لأن من شرطية مبتدأ، شرطية تحتاج إلى فعل شرط وإلى جواب شرط. طيب انظر معي، أين فاعل نفس؟ طبعا نفس بعدها حرف جر، إذن الفاعل هنا، الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هو يعود على من الشرطي. أعيد، نفس فعل ماض، وأنا حتى آتي بفعل فإنني لابد أن أنتظر فاعله، أين الفاعل؟ الفاعل لا يذكر إلا بعد الفعل، الفاعل هنا ضمير مستتر يعود على من؟ على من الشرطي، بمعنى من نفس هو. طيب عن ليس فيها مشكل، حرف جر، انتبه حرف الجر يجر ما بعده. طيب تعالوا نضبط، أقول عن أبي هريرة، انظر إلى الفتح، عن سكون أبي هريرة، ولا تقل هريرتي أو هريرته، هي مضاف إليه، لكن هذا المضاف إليه مجرور بالفتحة، هو من نوع من الصرف. طيب رضي الله، رضي الله، رضي الله، ماذا أقول؟ لفظ الجلالة هنا فاعل، إذا أقول رضي الله، انظر إلى الضمة وصوب نطقك، أقول عن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب عن النبي، عن النبي، عن النبي، ماذا أقول؟ طبعا عن حرف جر، والنبي اسم مجرور، إذا أقول عن النبي شدة وتحتها كسرة، عن النبي، انتبه هذه ليست فتحة، الفتحة فوق الشدة، إنما أنا كتبت هذه تحت الشدة، إذا هي كسرة، عن النبي. ماذا أقول؟ صلى الله، صلى الله، صلى الله، ماذا أقول؟ اسم الجلالة الله فاعل، إذا أقول صلى الله،
صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن. نعم، لماذا؟ أقول مؤمن اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وهذا لا صعوبة فيه، عن حرف جر. إذن بعدها عن مؤمن. طيب، ما إعراب كربة؟ انتبه إلى أننا في الإعراب نحن لا نعرب الكلمة منفصلة عن الجملة، بل لابد أن نعرب ما قبلها. انظر معي، من أنا قلت هي مبتدأ، نفس فعل ماض مبني على الفتح، أين الفاعل؟ هنا ضمير مستتر يعود على من؟ من نفس. طيب أين المفعول؟ نفس أي شيء، ما الذي وقع عليه الفعل؟ نفس كربة. إذن كربة مفعول به منصوب بالفتحة، يعني ليس في الكلام صعوبة. نفس تحتاج إلى فاعل وإلى مفعول، نحن أتينا بالفاعل وهو ضمير مستتر، وعن حرف جر، مؤمن اسم مجرور. طيب نفس أي شيء؟ نفس هو كربة. نستطيع في غير هذا الحديث، لا نستطيع أن نغير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، في غير الحديث أقول من نفس كربة، نفس هو الفاعل هنا، نفس أي شيء، كربة مفعول به منصوب بالفتحة. طيب، من نفس كربة، من نفس عن مؤمن كربة، من لا مشكلة فيه، حرف جر، من كرب الدنيا، كربي لا مشكلة أيضا، اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. كلمة كرب فيها ال؟ لا. الدنيا فيها؟ نعم. هنا إضافة؟ نعم. إذن الدنيا مضاف إليه مجرور بالكسرة، لكن طبعا هي كسرة مقدرة، أنا لا أستطيع أن أقول من كرب الدنيا يي، لا أستطيع أن أنطق الكسرة، فهمت الكلام؟ إذن الآن يعني إلى الآن لا مشكلة. طيب انتبه إلى أنني يعني سأتخطى بعض الأشياء التي لا تفيدك أنت، بمعنى هناك إعراب لبعض الجمل أنا سأتخطى، أنا سأتخطى، أنا سأعرب فقط تلك الكلمات الظاهرة التي تحتاجها أنت عند النطق، إنما هناك بعض يعني الأشياء التي تحتاج إلى تعمق، أنا لن أتعمق، وسبيلي هو الاختصار، سبيلي هو سبيل الاختصار. طيب، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، ماذا يحدث؟ أين جواب الشرط؟ انظر، نفس هذا فعل ماض لا مشكلة فيه، نفس فعل ماض مبني على الفتح، من الذي نفس؟ من الذي فعل الفعل؟ أين الفاعل؟ إنه اسم الجلالة أو لفظ الجلالة الله، إذن الله اسم الجلالة فاعل مرفوع بالضمة. إذا اضبط معي، عن مؤمن كربة، ما إعراب كربة؟ مفعول به، من كربي الدنيا نفس، ها الله عنه لا مشكلة فيها، عن حرف جر، والهاء ضمير مبني في محل جر بعن. طيب نفس الله أي شيء؟ كربة، كربة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله، ولا تقل الله، نفس الله، نفس الله عنه كربة مفعول به، من حرف جر، كرب اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة، من كربي. طيب انظر معي، ما إعراب يوم؟ أقول يوم مضاف إليه، لكن كيف أعرف؟ انظر معي وانتبه جيدا، نستطيع هنا أن نضع ال، أقول من كرب اليوم، كرب ليس فيها ال، اليوم فيها ال، وهنا إضاف، إذن هذا المكان فيه مضاف إليه، أعيد، ضع هنا ال، احذف كلمة القيامة، ضع هنا ال في يوم، من كرب اليوم، كرب ليس فيها ال، اليوم فيها ال، وهنا إضافة، إذن اليوم مضاف إليه، إذن هذا المكان فيه مضاف إليه، احذف ال، فهمت الكلام؟ من كربي يومي مضاف إليه، يوم ليس فيها ال، والقيامة فيها ال، إذن القيامة مضاف إليه مجرور بالكسر. كرب مضاف، ويوم مضاف إليه، يوم مضاف، كلمة يوم مضاف، والقيامة مضاف إليه، عندنا مضافان وراء بعضهما البعض، معي كرب مضاف ويوم مضاف إليه، يوم مضاف والقيامة
مضاف إليه، مجرور وعلامة جره الكسرة. ومن يسر، هذه الواو حرف عطف، لكن حرف عطف للجملة على ما قبلها، لن أخوض في ذلك. طبعا هذه جملة مقول القول. ما إعراب من؟ أقول شرطية مبتدأ، هي اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ. ما إعراب يسر؟ لا مشكلة، يسر فعل ماض مبني على الفتح، طبعا هو في محل جزم لأنه فعل الشرط. أين الفاعل؟ ها نعم، هنا ضمير مستتر بعد يسر. ومن يسر أي ومن يسر هو الفاعل، ضمير مستتر يعود على من؟ طبعا على لا مشكلة فيها، حرف جر. تعالوا نضبط، ماذا أقول؟ أقول من نفس عن مؤمن خطأ، عن مؤمنا خطأ، إنما عن مؤمن، عن حرف جر. إذا مؤمن اسم مجرور بعن وعلامة جره الكسر. ماذا أقول؟ كربة خطأ، كربة خطأ، أقول كربة، كربة، من نفس عن مؤمن كربة، مفعول به منصوب بالفتحة. من كرب خطأ، من كربي، من حرف جر، وكربي اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة. طيب نفس الله خطأ، الله خطأ، نفس الله اسم الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نفس أي شيء، أين المفعول؟ كربة، نفس الله عنه كربة، إذا كربة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. من لا مشكلة فيها، حرف جر، من كربي، نعم من كربي، ولا تقل من كربا، من كربي، يومي مضاف إليه، القيامة مضاف إليه، ومن يسر على معسر، هذه لا مشكلة فيها. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ما إعراب معسر؟ ومن يسر على معسر، طبعا على حرف جر، إذا معسر اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة. ومن يسر على معسر، ما النتيجة؟ يسر الله عليه. يسر فعل ماض مبني على الفتح، هو طبعا في محل جزم، فعل جملة جواب الشرط، فعل جملة جواب الشرط، هذا هو جواب الشرط، من يذاكر ينجح. من يسر على معسر يسر الله عليه، هذا هو جواب الشرط. طيب يسر الله عليه، أين فاعل يسر؟ من الذي يسر؟ الله. إذن اسم الجلالة أو لفظ الجلالة الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، يسر الله. طيب عليه، على حرف جر، والهاء نقول هي ضمير مبني في محل جر بعلى، في حرف جر لا محل له من الإعراب. الدنيا اسم مجرور بفيه وعلامة جره الكسرة المقدرة. الواو حرف عطف. الآخرة معطوف على الدنيا، الدنيا مجرورة، إذن هذا معطوف مجرور. انتبه إلى أن ما قبل حرف العطف، ما قبل حرف العطف نسميه معطوفا عليه، الدنيا معطوف عليه، وما بعد حرف العطف أسميه معطوفا، ما بعد حرف العطف أسميه معطوفا. هذا المعطوف الذي يقع بعد حرف العطف ما إعرابه؟ هل هو مرفوع؟ هل هو منصوب؟ هل هو مجرور؟ كيف أعرف؟ ننظر إلى ما قبل الواو، إلى المعطوف عليه. إذا كان المعطوف عليه مرفوعا فما بعد الواو؟ مرفوع. إذا كان ما قبل الواو مجرورا وهو المعطوف عليه فما بعد الواو؟ مجرور. إذا كان منصوبا فما بعد الواو؟ منصوب. فهم هذا الكلام؟ ومن ستر مسلما، ما هذه الواو؟ إنها حرف عطف، لكن هي حرف عطف للجملة على جملة مقول القول، يعني لن أفصل في ذلك. ومن ستر، ما إعراب من؟ من هذه شرطية مبتدأ، هي اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ. انتبه، من شرطية تحتاج إلى فعل شرط وإلى جواب شرط. ما إعراب ستر؟ ستر فعل ماض مبني على الفتح، هذا هو فعل الشرط في محل جزم.
أين الفاعل؟ ها؟ ليس مسلما، هل الفاعل يكون منصوبا؟ طبعا هنا ألف دلالة على أن هذه الكلمة منصوبة، إذن من ستر أي من ستر هو، هنا الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هو، يعود على من؟ يعود على من؟ إذن الفاعل هنا ضمير مستتر، أنا أتيت بفعل وأتيت بفاعل، ستر من؟ من الذي وقع عليه الفعل؟ مسلما، إذن مسلما مفعول به منصوب بالفتحة، ومن ستر مسلما. ما النتيجة؟ ما جواب الشرط؟ ستره، ستر فعل ماض مبني على الفتح، طبعا هو في محل جزم، هذا هو جواب الشرط، ومن ستر مسلما ستره الله، ستره الله. من يذاكر ينجح، ينجح، إذا هذا هو جواب الشرط. ما هذه الهاء؟ هي ضمير، كن معي، كل هاء اتصلت بالفعل تعرب مفعولا به، أعيد، كل هاء، كل هاء اتصلت بالفعل تعرب مفعولا به، إنما إذا اتصلت بالاسم، إذا اتصلت بالاسم فهي مضاف إليه، كل ضمير يتصل بالاسم مضاف إليه. إذن الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. أين الفاعل؟ من الذي ستر؟ الله، اسم جلالة الله أو لفظ جلالة الله، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ستره الله، ولا تقل ستره الله أو ستره الله، لا، ستره الله. في لا مشكلة فيها، حرف جر لا محل له من الإعراب، كل حرف جر مبني لا محل له من الإعراب، كل حرف. الدنيا اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة المقدرة. ما معنى المقدرة؟ أنا لا أستطيع أن أقول في الدنيا يي، لا أستطيع أن أنطق هذه الكسر، إذن هي مقدرة. الواو لا مشكلة فيها، هي حرف عطف، حرف عطف، نحن منذ قليل قلنا ما قبل الواو نسميه ماذا؟ معطوفا عليه، أنا أعطف عليه، وما بعد الواو نسميه معطوفا. يا ترى هل كلمة الآخرة هل هي معطوف مرفوع؟ هل هي معطوف مجرور؟ هل هي معطوف منصوب؟ كيف أعرف؟ أنظر إلى كلمة الدنيا، إذا كانت الدنيا مرفوعة فالآخرة مرفوعة، إذا كانت منصوبة فالآخرة منصوبة، إذا كانت مجرورة فالآخرة مجرورة. في حرف جر، الدنيا اسم مجرور، إذن الآخرة معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة، معطوف على أي شيء؟ على الدنيا. طيب تعالوا نضبط ما قلنا، ومن يسر على معسر، لماذا وضعنا هنا كسرة تنوينا بالكسر؟ وضعنا هنا تنوينا بالكسر لأن قبل معسر حرف جر، وهو ها ومن يسر على معسر، هو على يسر الله، يسر لا مشكلة فيها، اسم الجلالة فاعل، وضعنا ضم يسر الله، فلا تقل ومن يسر على معسر يسر الله عليه، خطأ، يسر الله خطأ، اسم الجلالة الله أو لفظ الجلالة فاعل، إذا أضع هنا ضم يسر الله، عليه لا مشكلة فيه، عليه في الدنيا والآخرة، نضع هنا كسرة، والآخرة معطوف مجرور. طيب ومن ستر مسلما، قلنا إن مسلما مفعول به فوضعنا تنوينا بالفتح، ولا تقل ومن ستر مسلم، ومن ستر مسلم خطأ، ومن ستر مسلما، أين الفاعل؟ هنا ضمير مستتر. ما النتيجة؟ ستره الله. طيب ماذا أقول؟ أقول ستره الله، ستره الله، ستره الله، ماذا أقول؟ اسم الجلالة فاعل، إذا أقول ستره الله، أضع ضمة على اسم الجلالة الله. في الدنيا والآخرة، الآخرة معطوف على الدنيا مجرور وعلامة جره الكسرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. طيب تعالوا نعرب، والله، ما هذه الواو؟ هذه الواو حرف عطف للجملة على ما قبلها، ولن أتوقف مع ذلك، هي حرف عطف، وكل الحروف لا محل لها من الإعراب. ما إعراب اسم جلالة الله؟ لفظ الجلالة الله مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أقول والله ولا تقل والله
أو والله، إنما هي والله. إنما عند القسم إذا أردت أن تحلف يمكنك أن تقول والله قد فعلت كذا مثلا، والله هذا عند القسم. إنما هنا نحن لا نقسم، هنا أقول والله اسم الجلالة أو لفظ الجلالة الله، مبتدأ، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. في حرف جر لا مشكلة فيها، عون اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة. كلمة عون فيها ال؟ لا. كلمة العبد فيها ال؟ نعم، هنا إضافة، نعم. إذن العبد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. أقول والله، ضع ضمة هنا، في عوني العبد، وهكذا. ما كان العبد في عون أخيه. انظر إلى ما نوعها؟ هذه أسميها مصدرية زمانية. ما معنى هذا؟ انظر معي، هل يصح أن أقول والله في عون العبد مدة كوني العبد في عون أخيه؟ نعم، مدة كون العبد في عون أخيه. مدة تدل على الزمان، وكون تدل على المصدر، انتبهت؟ إذن هي مصدرية زمانية. ما كان، كان لا مشكلة فيه، هي فعل ناسخ يرفع اسمه وينصب خبره، فعل ناسخ مبني على الفتح، فعل ناسخ ناقص مبني على الفتح. أين اسم كان؟ العبد. إذن العبد اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ما كان العبد، كان تحتاج إلى اسم وإلى خبر ترفع اسمها وتنصب خبرها. في حرف جر لا محل له من الإعراب، عون اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة، وأخيه مضاف إليه. طيب انظر معي كيف تعرف هذا، انظر وانتبه. نحذف الهاء، هذا في غير الحديث، نحذف الهاء ونضع هنا ال، انتبه، أقول في عوني الأخي، إذن عون ليس فيها ال، والأخ فيها ال، وهنا إضافة، إذن هذا المكان فيه مضاف إليه. لكن من يسبقني؟ ما علامة الجر؟ ها؟ الكسرة؟ خطأ. علامة الجر هنا الياء. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة، والصواب أن نقول من الأسماء الستة، لكن نحن درسناها، درسنا منها واخترنا منها خمسة فقط. إذن أخيه من الأسماء الخمسة. طيب علامة جرها الياء، علامة رفعها الواو، علامة نصبها ها الألف. نعم، قد يقول قائل نحن قلنا إن من شروط تلك الأسماء الخمسة أن تكون مفردة. نقول نعم. يقول وأن تضاف إلى غير ياء المتكلم. نقول نعم. يقول هذه ياء المتكلم. نقول لا، ليست هذه ياء المتكلم. كيف؟ أقول هل هو أخي أنا؟ هي متى تكون ياء المتكلم؟ إذا كنت أنا أتكلم عن نفسي، أخي، أبي، انتبهت؟ إنما هو ليس أخي، إنما هو أخوه هو. والله في عون العبد، ما كان العبد، العبد في عون أخيه، أخيه هو، أخو العبد، ليس أخي أنا، انتبهت؟ إذن أخيه من الأسماء الخمسة، هي مضاف إليه مجرور بالياء. هذه الهاء هي ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. ومن؟ نحن ذكرنا مثلها، الواو هذه حرف عطف، ومن سلك طريقا، هذه الواو حرف عطف للجملة على ما قبلها. من هذه؟ شرطية مبتدأ، هي اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. طيب سلك، طبعا لا مشكلة فيه، فعل ماض، هو طبعا فعل الشرط، مبني على الفتح في محل جزم. لماذا جزم؟ لأن من شرطية، شرطية لها فعل شرط ولها جواب شرط. إذا سلك فعل ماض مبني على الفتح، وطبعا هو في محل جزم، هو فعل الشرط. أين الفاعل؟ لا تقل طريقا،
هل الطريق هو الذي يسلك؟ لا، ومن سلك هو. الفاعل هنا ضمير مستتر يعود على من، ومن سلك أي ومن سلك هو. الفاعل هنا ضمير مستتر، سلك أي شيء. أين المفعول؟ ما الذي وقع عليه الفعل؟ طريقا. إذن طريقا مفعول به منصوب بالفتحة. ومن سلك طريقا يلتمس. يلتمس ليست هي جواب من، انتبه، جواب الشرط سيأتي بعد ذلك، وهو سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا هو الجزاء، هذه النتيجة. ليست يلتمس هي جواب الشرط، إنما يلتمس فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. من يسبقني، أين الفاعل؟ ها، نعم، ضمير مستتر تقديره هو. يلتمس هو ضمير مستتر تقديره هو. فيه، عندي فيه، وهي حرف جر، والهاء ضمير مبني في محل جر بفيه. يلتمس أي شيء، أنا أتيت بفعل وهو يلتمس، وأتيت بفاعل هنا وهو ضمير مستتر. يلتمس أي شيء، نعم، علما. إذن علما مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تعالوا يعني حتى نضبط هذه الجملة جيدا، ماذا أقول؟ هل أقول والله؟ هل أقول والله؟ ماذا أقول؟ هذه الواو حرف عطف للجملة على ما قبلها، والله اسم الجلالة أو لفظ الجلالة مبتدأ، إذن أقول والله. طيب، وأضع ضم في عون العبد، في عوني، في عوني اسم مجرور، العبد. ما إعراب العبد؟ هي مضاف إليه. أقول والله، نضع هنا ضمة، في عوني، ولا تقل في عونه، في عونه خطأ، في حرف جر، في عوني، وعون ليس فيها ال، والعبد في، إذا العبد مضاف إليه. ما كان، لا مشكلة فيها، ما كان العبد اسم كان في عون أخيه، لا مشكلة في عوني أخيه، لا مشكلة في ذلك، في عون أخيه. لكن السؤال هنا، أين خبر كان؟ نحن الآن أتينا باسم لكان، باسم لكان، أين خبر كان؟ نقول الجر والمجرور، الجر والمجرور في عون أخيه، هذه شبه جملة في محل نصب خبر كان، خبر كان. طيب، ومن سلك طريقا، طريقا، طريق، طريق، ماذا أقول؟ هي مفعول به، أقول طريقا، طريقا. يلتمس خطأ، يلتمس خطأ، يلتمس فيه علم خطأ، هي مفعول به، أقول علما. والله، انطق معي سريعا، والله في عون العبد مضاف إليه، ما كان العبد اسم كان في عون أخيه، ومن سلك طريقا مفعول به، يلتمس فيه علما. ماذا يحدث؟ قال سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ما إعراب سهل؟ طبعا لا مشكلة في ذلك، هو فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم، سهل. طبعا هذا جواب الشرط، جواب الشرط. أين الفاعل؟ من الذي سهل؟ الله. إذن لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب، له اللام، هذه حرف جر، هي حرف جر يعني يفيد الاختصاص. الهاء ضمير مبني في محل جر باللام، ضمير مبني في محل جر باللام. به نفس الكلام، الباء حرف جر والهاء ضمير مبني في محل جر بالباء. ما إعراب طريقا؟ سهل الله اسم الجلالة فاعل، ما الذي وقع عليه الفعل؟ طريقا. إذن طريقا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إلى حرف جر لا محل له من الإعراب، طبعا إلى تفيد انتهاء الغاية، انتهاء الغاية. طيب، إلى الجنة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. هنا أين خبر من؟ بعض العلماء كما أسلفنا قال إن جملة الشرط هي الخبر، وبعضهم قال بل هي جملة جواب الشرط، بعضهم قال إن الخبر هو فعل الشرط وجواب الشرط معا.
لن أتوقف عند ذلك. طيب، وما اجتمع قوم، وما الواو حرف عطف للجملة على ما قبلها. ما إعراب ما؟ هي حرف نفي، نافية، نافية لا محل لها من الإعراب. اجتمع فعل ماض مبني على الفتح، من الذين اجتمعوا؟ أين الفاعل؟ من الذي فعل الفعل؟ قوم. إذن قوم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. في حرف جر، بيت اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة. من حرف جر، لا مشكلة في هذا الكلام. بيوت بضم الباء، ولا تقل بيوت، بي خطأ، بو، بيوتي، الباء مضمومة. بيوت اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة. كلمة بيوت بضم الباء، بيوت فيها ال؟ لا. اسم الجلالة فيه ال؟ نعم. هنا إضافة؟ نعم، أنا أضفت البيوت إلى الله. إذن لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب، من يعرب لنا كلمة يتلون؟ ها، من يتذكر؟ في أي درس أخذنا هذه الكلمة؟ أفعال الخمسة. من يذكرني بتعريف الأفعال الخمسة؟ ها؟ نعم، كل فعل مضارع اتصلت به إما ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ماذا؟ أو ياء المخاطبة. هنا واو الجماعة. إذن هذا الفعل من الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة ترفع وتنصب وتجزم، أليس كذلك؟ إذا سبقت بأداة نصب فهي منصوبة، إذا سبقت بأداة جزم فهي مجزومة، إذا لم تسبق كما هي هنا الآن بأداة نصب أو أداة جزم فهي مرفوعة. إذن يتلون فعل مضارع مرفوع، لكن بماذا؟ من يسبقني؟ بالواو؟ خطأ، خطأ، هذه ليست جمع مذكر سالما. ما الذي يرفع بالواو؟ جمع المذكر السالم. إنما يتلون ليست جمع مذكر سالما، هي مرفوعة بثبوت النون. تذكرت الأفعال الخمسة؟ ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بماذا؟ بحذف النون. من يذكر لنا الفاعل؟ أين الفاعل؟ ها، أحسنت، واو الجماعة. يتلون، هذه الواو ضمير مبني في محل رفع فاعل. يتلون ماذا؟ يتلون كتاب الله. قبل أن أنتقل إلى الجملة التالية، تعالوا نضبط نطقنا لهذه الجملة إن شاء الله تعالى، أو لهذا السطر. سهل الله، الله هو، اضبط الهاء نضع عليها ضمة. طيب، له لا مشكلة فيها، به لا مشكلة، طريقا، ما إعراب طريقا؟ مفعول به، إذا أضع هنا تنوينا بالفتح. طيب، إلى لا مشكلة فيها، الجنة لا مشكلة فيها، وما اجتمع قوم، هذه فاعل، من الذين اجتمعوا؟ قوم، ولا تقل وما اجتمع قوم، وما اجتمع قوم. في بيت لا مشكلة فيها، من بيوتي، ولا تقل بي، بو، بو، يوتي. من بيوت الله مضاف إليه اسم الجلالة. يتلون لا مشكلة فيها، ضع على النون فتحة. طيب، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة. طيب، يتلون فعل مضارع، نحن أتينا بفاعله وهو الواو، أتينا بفاعله وهو الواو، الذي ينقصنا والذي نحتاج إليه هو المفعول، إذا كتاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. كتاب فيها ال؟ لا. اسم الجلالة فيه ال؟ نعم. إذا هنا مضاف إليه، هنا إضافة، هذا تركيب إضافي. طيب، ويتدارسونه بينهم، الواو حرف عطف، الواو حرف عطف للجملة على جملة الحال السابقة، لن أتوقف عند ذلك، هي حرف عطف. يتدارسون، من يعرب؟ طبعا هذا الفعل أين درس؟ عند دراستنا للأفعال الخمسة، أليس كذلك؟ كيف عرفنا؟ هذا فعل مضارع وفيه واو الجماعة، إذا هذا من الأفعال الخمسة، ولم يسبقه ناصب أو جازم، إذا هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟
نعم أحسنت، ثبوت النون كهذا، كهذا الفعل. هذا من الأفعال الخمسة فيه واو الجماعة، هو مضارع اتصلت به واو الجماعة، إذا هذا مضارع مرفوع لثبوت النون. أين الفاعل؟ واو الجماعة، ضمير مبني في محل رفع فاعل. أين المفعول؟ الهاء، ضمير مبني في محل نصب مفعول به. معنى ذلك أن عندنا فعلا وفاعلا ومفعولا به في كلمة واحدة. نعم نعم طيب، ما إعراب بينهم؟ بين ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، بين، فوق، تحت، أمام، خلف، هذه كلها من ظروف المكان. طيب ما إعراب هم؟ ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. ما إعراب إلا؟ ها انظر معي، إلا هذه أسميها حرف حصر، حرف حصر وتحقيق، نكتفي بحصر، هي حرف حصر. طبعا ما مع إلا، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت ما وإلا. إذا رأيتهما في أسلوب فهذا الأسلوب نسميه أسلوب قصر، نسميه أسلوب قصر. ما وإلا، ما أنت إلا طالب، وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم، وما إلا، هذا أسلوب قصر. إلا أداة حصر. إلا نزلت، نزل فعل ماض مبني على الفتح. ما هذه التاء؟ هل هي تاء الفاعل؟ هل هي تاء التأنيث؟ كيف أعرف؟ أقول اضبط، انطق التاء. هل أقول نزلته؟ لا. ماذا أقول؟ أقول نزلت، نزلت. انظر إلى التاء ساكنة، التاء ساكنة، إذا هذه تاء التأنيث، وهي حرف، هي حرف ليست ضميرا، ليست اسما، انتبه، هي حرف، حرف لا محل له من الإعراب، ليست هذه تاء الفاعل، تاء الفاعل لا تكون ساكنة أبدا. إلا نزلت عليهم، على حرف جر، وهم ضمير مبني في محل جر بعلى. طيب أين الفاعل؟ ها السكينة، نعم، إذن السكينة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، نزلت عليهم السكينة. السكينة فاعل كما قلنا، الواو حرف عطف لا محل له من الإعراب. وغشيتهم، وغاشيتهم، غشي فعل ماض مبني على الفتح. ما هذه التاء؟ هل هي تاء الفعل؟ هل هي تاء التأنيث؟ ما هي؟ انظر إلى الضبط، غاشيت، يت، هم، يت، التاء ساكنة، إذا هذه تاء التأنيث، وهي حرف وليست ضميرا، ليست اسما، هي حرف، هي حرف لا محل له من الإعراب. الضمير هم، إذا اتصل هذا الضمير بفعل كان مفعولا به، إذا هم ضمير مبني في محل نصب مفعول به. ما التي غشيتهم؟ الرحمة، إذا الرحمة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم، فلا تقل غشيتهم الرحمة أو غشيتهم الرحمة، خطأ، غشيتهم الرحمة. وحفتهم، الواو حرف عطف لا محل له من الإعراب، حفتهم، حف والتاء وهم، حف هذا فعل ماض مبني على ماذا؟ حف، ف مبني على الفتح. ما هذه التاء؟ انطق، حفت هم، هي تاء التأنيث، هي ساكنة، إذا هي تاء التأنيث، وهي حرف وليست ضميرا، ليست اسما، هي حرف مبني لا محل له من الإعراب. وهم قد اتصلت بفعل، نعم، إذا هي مفعول به، ضمير مبني في محل نصب مفعول به. كيف ننطق هذا السطر؟ ماذا أقول؟ هنا قلنا يتلون، يتلون كتابي، خطأ، يتلون كتابه، خطأ، يتلون كتابا مفعول به، أضع فتحة هنا، مفعول به، يتلون كتاب الله، خطأ، يتلون كتاب الله، خطأ، الله لفظ الجلالة مضاف إليه، إذن يتلون كتاب الله. ويتدارسونه، ليس فيها شيء، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، خطأ، السكينة خطأ، هي فاعل، أضع عليها ضمة،
السكينة نزلت عليهم السكينة، وانظر إلى الميم، وضعنا الضمة لعدم التقاء الساكنين، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، خطأ، الرحمة فاعل، إذن وغشيتهم الرحمة هي فاعل، وحفتهم لا مشكلة فيه، وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، حفتهم الملائكة فاعل، من الذين حفوا؟ الملائكة هم الفاعل، هم الذين قاموا بالفعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وذكرهم، ما هذه الواو؟ إنها حرف عطف، حرف عطف لا محل له من الإعراب، وذكرهم الله، ذكرهم، ذاكرا، هذا فعل ماض مبني على الفتح، ونحن قلنا مرارا وتكرارا إنهم، هذا الضمير إذا اتصل بفعل كان مفعولا به، إذا هذا الضمير مفعول به في محل نصب. من الذي ذكرهم؟ الله، إذا لفظ الجلالة الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ذكرهم الله في من عنده، في من تنقسم إلى في ومن وليست من، في حرف جر لا محل له من الإعراب، من، ما نوع من؟ نحن نستطيع أن نحذف من ونضع مكانها الذين، نقول وذكرهم الله في الذين عنده، في الذين عنده، ما إعراب من؟ ما إعراب الذين؟ طبعا سبقت بحرف جر، إذا من اسم موصول مبني في محل جر بمن، وهي موصولة، هي بمعنى الذين، هي موصولة بمعنى الذين، في من عنده، ما إعراب عند؟ هي ظرف مكان، ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، بعد الظرف مضاف إليه، إذن الهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ما معنى هذا أولا؟ معناه كما قال النووي رحمه الله، من كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال ألا يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل، لا تتكل على أن لك شرفا وأن لك فضيلة في آبائك وبعد ذلك نجدك مقصرا في العمل، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ما هذه الواو؟ إنها حرف عطف، إن هذه الواو حرف عطف للجملة على جملة مقول القول، باختصار هي حرف عطف. من بطأ، من شرطيات المبتدأ، هي اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. طيب ما إعراب بطأ؟ هذا الفعل هو فعل الشرط، هو فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم، هذا الفعل هو فعل الشرط، به الباء حرف جر، والهاء ضمير مبني في محل جر بحرف الجر، ومن بطأ به عمله، عمله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ما إعراب الهاء؟ قلنا إن أي ضمير، انظر إلى الهاء، إن أي ضمير يتصل باسم فما إعرابه؟ إنه يعرب مضافا إليه، إذن الهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لم حرف جزم، يسرع فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، به الباء حرف جر لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير مبني في محل جر بالباء، ما الذي يسرع؟ أين الفاعل؟ نسبه، نسب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ما إعراب الهاء؟ ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. طيب أين جواب الشرط؟ يعني من يذاكر ينجح، يذاكر فعل الشرط وينجح جواب الشرط، من بطأ به عمله، أين النتيجة؟ أين الجواب؟ لم يسرع به نسبه، هذه الجملة، هذه الجملة في محل جزم جواب الشرط. رواه مسلم، روى فعل ماض مبني على الفتح، لكن على الفتح المقدر،
الهاء مفعول به، طبعا هي ضمير مبني في محل نصب مفعول به. قلنا إن الهاء إذا اتصلت بفعل كانت مفعولا به. من الذي رواه؟ مسلم. إذا مسلم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب تعالوا نضبط هذا الكلام. أنا ماذا أقول؟ هل أقول حفتهم الملائكة؟ خطأ، إنها فاعل. إذا أقول حفتهم الملائكة، وقلنا ما أجمل أن يكون النص كاملا، نص الحديث أمامك. طيب الملائكة فاعل، وذكرهم الله خطأ، الله خطأ، اسم جلالة الله فاعل. إذا أقول وذكرهم الله في من عنده لا مشكلة فيها، ومن بطأ به عمله خطأ، ومن بطأ به عمله، عملوا له، الضمة ستظهر هنا على اللام، عمله، ومن بطأ به عمله. لم يسرع به نسبه خطأ، نسبه خطأ، هي فاعل. نضع ضمة أين؟ على الباء، ناس بو بو. الهاء هذه ليست في أصل هذا الفعل، إنها ضمير، إنما نحن نضع هذه الضمة على الباء، فأقول لم يسرع به نسبه. رواه مسلم خطأ، مسلما خطأ، مسلم فاعل، كلمة مسلم فاعل، إذا رواه مسلم، رواه مسلم بهذا اللفظ. الباء حرف جر لا محل له من الإعراب. هذا اسم إشارة مبني في محل جر بالباء. ما إعراب اللفظ؟ نحن ذكرنا قبل ذلك أن الكلمة المعرفة بال بعد اسم الإشارة، ها ماذا قلنا؟ ما إعرابها؟ نسيت؟ تعرب بدلا. إذن اللفظ بدل مجرور بالكسرة. لماذا الجر؟ لأن قبلها اسم إشارة قد سبق بحرف جر. هنا حرف جر وهنا اسم في محل جر. إذن اللفظ بدل مجرور وعلامة جره الكسر. فهم هذا الكلام؟ طيب ماذا أقول؟ أقول بهذا اللفظ، أقول بهذا اللفظ، نضع كسرة تحت الظاء. عرفنا الآن هذا الكلام؟ عرفنا كيف نعرب؟ هو يحتاج بعد توفيق الله عز وجل وعونه أن ندرس قواعد الإعراب، قواعد النحو والصرف بإتقان، بإتقان شديد، حتى نضبط كلامنا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.